السلام عليكم، هلا والله شباب، حياكم الله مقطع جديد، حلقة جديدة من ماستر ليج، واليوم عندنا الحلقة رقم 78. قبل ما ابتدي اطلب من عندكم ضغط زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات، خلينا نوصل بهذا المقطع اكثر من 3000 لايك، وشكرا على الدعم بالحلقة الماضية. جاي استعجل بهذه السلسلة كثير يا شباب، جاي انزل كثير مقاطع من عندها لان اريد اوصل لاكبر عدد من السنوات. هسه احنا بعام 2025، جدولنا لليوم عندنا فترة الانتقالات، اعتقد راح تخلص، عندنا مباراة بليه بدايه الدوري راح نبدي. الحلقه الماضيه اخذنا السوبر الاوروبي والسوبر الاسباني، اليوم عندنا مباراه اشبيليه، مباراه بلد الوليد، وتنتهي الانتقالات. بالفعل راح تنتهي الانتقالات اليوم يا شباب، وراح يبدي دوري ابطال اوروبا ونشوف مجموعتنا. بالحلقه الماضيه اشترينا كريستيانو رونالدو، قلت لكم هذه الحلقه ان شاء الله راح نضبط الارقام. بالنسبه لميسي وافقوا برشلونه بس يردون 47 مليون، احنا حاولنا ننقص المبلغ وراح نشوف ردهم اليوم ان شاء الله. طبعا كريستيانو وميسي راح نجيبهم على سبيل الاعاره لمده موسم كامل، حتى لان فريقنا بحاجه الى عناصر الخبره حتى لا نعاني مثل الموسم الفائت. وللتذكير ايضا يا شباب، انا العب على صعوبه نجم متميز مثل ما تشوفون، ودائما خلال الموسم اثبت الصعوبه بعد المباراه اذا فزنا بنتيجه كبيره. عرض اعاره 6 اشهر لتشافي ب 59 ب 60 مليون من باريس سان جيرمان، والله باريس جاي يدفعون مبالغ خرافيه يا شباب. 6 اشهر 60 مليون، والله المبلغ هذا ما ادري شلون راح اوقف عند هالمبلغ هذا، والله ما ادري يا شباب، ما اقدر اوقف، مبلغ اسطوري، بس ما راح اخذه، ما راح اخذ تشافي او ما راح ابيعه. تشافي خليه عندنا، نريده نطوره عندنا، احنا بحاجته الصراحه، بس المبلغ والله خرافي، اعاره 6 اشهر. فشلت المفاوضات مع ميسي، طلبت ميسي مره ثانيه. هسه عندنا مباراه ضد اشبيليه، خلينا نشوف الليو شنو صار، ردوا ولا لا. افتتاح الدوري، مؤتمر صحفي من اجل الدوري الاسباني، ما هو شعورك وانت متجه نحو مباراتك الاولى؟ البدايه القويه هي اساس في احراز اللقب. اوكي، هذا هو جواب روبرتو كارلوس. طبعا يا شباب احنا حاملين لقب الدوري، حاملين 5 القاب بالموسم الفائت، واحنا على مشارف تحقيق سداسيه لاول مره بتاريخ ريال مدريد، بس نحقق مونديال الانديه. كلمه للاعبين، طبعا الفوز على اشبيليه بالجوله الافتتاحيه، اشبيليه يعتبر من الافرقه القويه، لكن الفوز عليه بالتاكيد راح ينطينا دفعه معنويه بدايه الدوري. اهم شيء مباريات البدايه بالدوري يا شباب، الانطلاقه. ديمبلي بعد ليوم يرجع من الاصابه، كانت يعتقد راح نزله بهذه المباراة. هذه تشكيلتنا للشوط الأول، خليت مبابي يلعب جناح يمين، فتشكيلة بهذا الشكل تكون قوية جدا. شوفوا يا شباب، روبينيو عمره فقط 20 سنة، ترى اللاعب راح يكون أسطوري. مباشرة سافرت البداية، انطلاق الدوري الإسباني والمباراة الافتتاحية ضد إشبيلية. كرة عرضية، ابعد، خلص، وصلت الكرة إلى كاسياس، إلى مبابي، يلا العب العب العب، لا نينو ليش بالأوفسايد؟ أوه فاول 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 فاول، يلا يا تشافي، اعتقد تشافي افضل المسددين عندنا يا شباب، وان شاء الله يحطها بالشباك. تشافي الضربة الحرة، جول جول جول، ثالث ضربة حرة لتشافي بهذا الموسم، يا سلام، يظهر موسم تشافي، يا سلام على تشافي، هذا اللي يخلي الاندية تريد هذا اللاعب الكبير. شوف الإعادة من ضربة حرة، أول هدف بالدوري الإسباني، عرضية عالية، نينو خلص، لا لا لا، نينو هذا لحد الآن يا شباب ما سوى اي شيء، ما جاي يقنعني، وانا اريد ابيعه الصراحه، اصلا راح اعرضه للبيع بالانتقالات القادمه. مبابي كره طويله، يحصلها، العب العب العب، الله 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 الله، يا سلام، كيليان مبابي، وهدف ثاني، الله الله الله، اسيست لنينو، نينو استوني حاكي علي انا وينطي اسيست، شوف الكره، شوف الاسيست، رهيب 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 الصراحه، كره وتمريره جميله، يا سلام على مبابي، الكره بالشباك، جول. هذه صعبة، يا سلام، كاسياس نزلت داني ألفيش، ونزلت أيضا كريستيانو رونالدو. سرابيا باولو أو بابلو سرابيا، كرة عرضية عالية، ديونغ خلص، ابعد يا حبيبي ابعد، يلا مبابي خلص، يا سلام، كريستيانو رونالدو يلعب الكرة إلى روبينيو، إلى رونالدو، تصويب، يا سلام يا دون، كرة عرضية من تشافي، يلا، دبل كيك، جول، أوه الحارس، كان ممكن الهدف الثالث، يلا يا كريستيانو، يلا يا رونالدو، ضاعت، ترجع روبينيو إلى جوردي ألبا عرضية، يا سلام كريستيانو هذه المرة، لا 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 عالية،
عالي عالي، إضافة جدا كبيرة كريستيانو رونالدو. صافرة الحكم، فزنا 2-0، لكن الفوز يا شباب كان نوعا ما شوية صعب. امبابي أفضل لاعب بالمباراة، وهاي نتائج باقي المباريات. برشلونة يتعادلون ضد فياريال، الفوز في تلك المباراة الافتتاحية جعل الصحفيين الذين يتابعون الفريق متحمسين للغاية. إن شاء الله يعني أكيد فريقنا هو الفريق الأقوى بأوروبا، كل النجوم عندنا بس بعضهم الكثير من عندهم شباب يا حبيبي. جاء عرض إعارة من فالنسيا لكينيني لمدة سنة، كينيني ليس للبيع، إنهاء المفاوضات مباشرة. هسا عندنا جائزة أفضل لاعب في أوروبا، أعتقد من نصيب مبابي أو ديمبلي، واحد من عندهم ما تروح لغيرهم، من نصيب كيليان إمبابي، كثير حاز على هذه الجائزة، وأعتقد أخذ 3 أو 4 كرات ذهبية لحد الآن كيليان إمبابي. أوكي ميسي ب 53 مليون أعتقد راح أوافق يا شباب، وخلي يجينا على مستوى الإعارة لمدة سنة كاملة مع كريستيانو رونالدو. نزلت الميزانية عندنا جو المليارين، ميزانية كبيرة جدا لريال مدريد. ليو رسميا الى ريال مدريد لمدة عام كامل، راح يلعب ضد برشلونة بسن 38 سنة. طبعا يرجعون شباب اكيد راح اشتريهم من جديد يا شباب، بس هسه عندنا اريد اجربهم هم وكبار، نشوفهم شو يسوون مع بعض بالخبرة يا حبيبي. لاعبين كبيرين ليو ميسي وكريستيانو رونالدو رسميا في ريال مدريد. ميسي وصفقة كبيرة، صفقة أخرى كبيرة، إن ما كنت متوقع راح أسوي هذين الصفقتين يا شباب، فجأة قررت هذا القرار. أوكي برشلونة اشتروا هذا اللاعب ب 41 مليون بيرتول، ما أعرف الصراحة. المهم يا شباب ترى ميسي أخذناه انطيناهم 53 مليون، يقدرون يشترون لاعبين برشلونة وحتى فريقهم يتطور ويجهزون روحهم لما بعد ميسي. هسا عندنا أرقام الفريق، راح أختار الأرقام أنا، وطبعا كانتي راح انطي اعتقد الرقم 5، رونالدو راح انطي رقم 7، امبابي سنة واحدة بس راح اخذ من عندك رقم 10، وراح انطي لليو ميسي خلي ما يخالف نخلي 14، بالنسبة لرودريجو خلي 25، بيبرينا هذا نخلي 37، مو بحاجة احنا هاي الارقام للحراس. كريم بنزيما نخليه على رقم 18 بعد صغير، لورينتي صعده الى الرقم 40، متويدي اعتقد انطي رقم 13، مسعود اوزيل خلي 20، جوردي البا خلي 27. حاليا هذه الارقام يا شباب، وبالنسبة لمبابي اخذت منه رقم 10 انطيته لميسي، لان رونالدو انطيته رقم 7، فأحلى جمالية اكثر. بالنسبة لبوفون راح اخليه اعتقد كم رقم بوفون اذا كازياس واحد، بوفون ايش قد ننطي رقم والله ما ادري، بس خلي 30 رقم حلو لحارس مرمى. هسه نضبط تشكيلتنا الاساسية والتشكيلة الاحتياطية، هذه تشكيلة الفريق الاساسية، وهذه يا شباب تشكيلة الفريق الاحتياطية. مثل ما تشوفون ميسي ورونالدو راح يكونون موجودين بالمباريات ضد الافرقة الضعيفة ونسوي لها سكيب، وايضا احتياط ضد الافرقة القوية. هسه عندنا مباراة ضد بلد الوليد، هذه المباراة راح اسوي لها سكيب حتى نخلص فترة الانتقالات، وبلد الوليد يعتبر من الافرقة المتواضعة، بس اكيد سكيب بالتشكيلة الاحتياطية، بس نشوف اللاعبين اللي ما جاهزين ما راح يكونون موجودين اكيد، يعني بوفون ما جاهز، موريتي ايضا ما جاهز. ان شاء الله نفوز بهذا اللقاء، اتمنى ما نتعثر، وفزنا بالفعل 2-0، برشلونة يفوزون 1-0، وهذا ترتيب الدوري حاليا بعد جولتين. اخر يوم في فتره الانتقالات، اتمنى تجي عروض للحراس، حراس عندي 4 حراس، هندونوفيتش وبيبي رينا اريد ابيعهم، بس ما جبت لهم عروض يا شباب، نتجاوز ساعه. اوكي عرض انتقال للورنتي، لورنتي اكيد اريد ابيعه، فمباشره نوافق على العرض. 24 مليون تجي لنا يا حبيبي. رودريجو ب 62 مليون لباريس سان جيرمان، انا اصلا اريد ابيعه. اوكي روح يا رودريجو، انه اللاعب الواعد، لا روح عمره كبير ترى رودريجو يا شباب. صار عمره 27 سنة أو 26 سنة، فخلي يروح مباشرة إلى باريس سان جيرمان، باريس جاي يدفعون أموال طائلة بلاعبيننا. هذه آخر ساعة من فترة الانتقالات وماكو أي عرض للأسف، خلاص انتهت الانتقالات يا شباب، وما بعنا الحارسين اللي عندنا لا بيبرينا ولا هندنوفيتش، ان شاء الله ينباعون، ان شاء الله يجيهم عروض، ان شاء الله تجي عروض. نافاس طبعا اعاره نطيناه راح يرجع لنا بالانتقالات القادمه. هسه عندنا دوري ابطال اوروبا، اول مباراه ضد دينامو كييف، خلينا نشوف مجموعتنا بدوري الابطال. كريستيانو رونالدو مع روبرتو كارلوس بالمؤتمر الصحفي،
وما مدى أهمية أول مباراة في مجموعة الموت؟ الموت شنو مجموعة نيثر قوية يا شباب؟ شنو هذا السؤال؟ إنها مباراة واحدة لا يمكن أن نخسر، إنها مباراة واحدة فقط، وهذه مجموعات دوري الأبطال. اليونايتد وأولمبيك ليون ودينامو كييف، احنا بالمجموعة الأولى يا شباب، مباراتنا راح تكون مباراة افتتاحية بالبطولة، أوكي. وهذه باقي المجموعات من الأفرقة اللي ما برشلونة مع يوفنتوس قوية المباراة جدا، فهذه هي مجموعات الأبطال. هذه التشكيلة اللي راح اعتمد عليها ضد دينامو كييف، بس ميليتاو راح يطلع، ينزل تياغو سيلفا، بس بس يا شباب، بس هذا التغيير اللي راح اسويه فريقنا. اعتقد جاهز لهذا اللقاء بالشوط الثاني، اكيد راح اسوي التغييرات. نزول اللاعبين الى ارضية الملعب، المباراة خارج ملعبنا، ما اعتمدت على كريستيانو ولا ميسي بهذه المباراة، اعتمدت على تشكيلتنا، على الشباب، على اساطير الفريق الجدد اللي حققوا البطولات يا حبيبي. طبعا ميسي ورونالدو قلت لكم جبتهم فقط يسدون حاجة بالفريق. هذه صعبة، هذه صعبة، تصويبة قوية، مرت متويدي، يلا يا متويدي، يا سلام، العب العب الى امبابي الى متويدي، صوب كرة جول. تطور، ترى تطور رهيب باداء متويدي. تشافي يلا اصعد يا ديونج، يا سلام، الكرة جول، مرت يلا نقدر نسجل هدف الاول. يلا يا مبابي، يا سلام، الى روبينيو التصويب، اقول لا يا شباب، جاي تضيعون كثير. هذه كورتك، اهله موجود، ميسي كان هو صوبها، مسافة قريبة على جهة ميسي، لكن تشافي ممكن يحطها بالشباك. يلا يا تشافي، الكرة جول، لا ضاعت. حلوة ديمبلي، عثمان يحصل الكرة، يضرب الكرة، جول 1-0. فريقنا قوي جدا، يا سلام، عثمان ديمبلي، واكيد دينامو كييف مو من الافرقه اللي ممكن يتوقف ريال مدريد. يلا يا تشافي، هذه ما تضيع يا تشافي، هذه جول، لا يا العارضه، ترجع داني الفيش يمرر، وين توصل الى تشافي، ممكن الى ديمبلي، عثمان الى تشافي، يلا يا عثمان، يلا مبابي، لا ضاعت خلاص، شوط اول 1-0. يلا يا عثمان، يا سلام، توصل الى متويدي، الى تشافي، ممكن الى ديونج، ممكن الى امبابي يلف، يصوب الكره، جول، مرت. كريستيانو نزل جناح يسار، وميسي وسط مهاجم. رونالدو يتقدم، الدون، كريستيانو يصوب، اوهو، محاولة أولى، ضربة قوية الى امبابي يلعب الى ديمبلي الى امبابي الى ديمبلي، الله، رونالدو، لا يا رونالدو. كرة عرضية خطيرة، مرت، خلها تخرج يا جوردي ألبا، خرجت. اوه، عثمان ديمبلي، يا شباب، هذا اللاعب ايش قد يصاب، والله دائما يصاب، تعبني عثمان. نزل يوفيتش بدل ديمبلي، فمبابي راح يكون بهذا المركز. يوفيتش، العب الى رونالدو يتقدم، رونالدو، جول، كريستيانو، رونالدو، 1-0. يا سلام على الدون، وهدف التقدم، العودة للأبطال يا الدون. مسافرة الحكم نهاية المباراة، 2-0، فوز على دينامو كييف، فوز هدف ديمبلي وكريستيانو رونالدو. عثمان ديمبلي افضل لاعب بالمباراة، وهاي نتائج باقي المباريات. اليونايتد يفوزون على ليون وهم يصدرون. هسه مباراتنا ضد فالنسيا بالجولة الرابعة بالدوري الاسباني، اللاعبين اغلبيتهم جاهزين لهذه المباراة يا شباب، رح ننزل بتشكيلة الاساسية، بس اعتقد بوفون المفروض ينزل هذه المرة، فبهذا الشكل تكون التشكيلة اسطورية. بالشوط الثاني اكيد رح اسوي التغييرات. نزول اللاعبين الى ارضية الملعب مباشرة، صافرة الحكم، بداية المباراة يا حبيبي. منو راح يوقف ريال مدريد هذا الموسم؟ منو الفريق اللي ممكن يفوز على ريال مدريد؟ يلا يا ديمبلي. ديمبلي طبعا ما انصاب، الحمد لله رجع معافى سليم. شوف هذه الكرة توصل الى ديمبلي يلعب، يا سلام، بابي بالراس، اضرب، الله 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 الله، دير بالك، سهلة بيد بوفون، سهلة يا حبيبي. شوط أول ماكو فرص خطرة، تقدم ديمبلي مرور ولا أروع، يا سلام، إلى روبينيو، يلا يا روبينيو، يلا يا شباب، إلى تشافي، العب إلى متويدي، ممكن إلى مبابي، لا، ما توصل، ارجع كنيني، دير بالك يا حبيبي، الكرة على الطرف، ميليتاو، اقطع يا ميليتاو، لا تنطي مجال، عرضية خطرة، كنيني خلص. امبابي، الله، صعبة، توصل، تشافي، ممكن، الكرة، امبابي، اوه، اريولا، يا شباب، اوه، فاول،
فاول فاول اذا على الجهه اليسار راح انزل ميسي. شافي اصلا تعب خلاص، حتى كريستيانو راح انزله يا شباب. يلا ميسي، ليو ليو ليو، ان شاء الله جول. ميسي ميسي اذا لا 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 لا، ما متعود ما متعود اصوب بميسي. ميسي كره عرضيه دون الارتقاء بالراس. الله 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 الله، ترجع الكره داني الفيش، التصويب، اضرب 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 ديمبلي، يا سلام الهدف الاول. 1-0 نتقدم بالنتيجه عن طريق عثمان ديمبلي. حلوه الكره بعد ما رجعت وارتدت من الدفاع. طبعا راكيتيتش جاي يلعب عند فالنسيا، راكيتيتش معار لفالنسيا، احنا بعنا لهم اياه على سبيل الاعاره. خلينا ننزل كريم بنزيما يشارك، والقائد راح يكون كريستيانو رونالدو. بنلبش يلعب الى كريم بنزيما، يا سلام ديمبلي الى كريم، لا 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 كالعاده هذه عوايدك وهذه لعباتك يا كريم. يلعب الى ديمبلي، عثمان عثمان عثمان، او فاول فاول، لا يا حكم لا يا حكم، نهايه المباراه 1-0 فقط. المهم الثلاث نقاط فوز صعب، ديمبلي جاي يسجل، ديمبلي هواي جاي يسجل عندنا. وهاي نتائج باقي المباريات، وبرشلونه يخسرون ضد ريال بيتيس، واحنا بالصداره مع اتلتيكو مدريد 9 نقاط. هسه مباراتنا الاخيره بحلقه اليوم ضد سيلتا فيجو، لو مهما كان مركزهم راح العب مباراتهم. طبعا هذه المباراه بالجوله الرابعه، مباراه فالنسيا كانت بالجوله الثالثه. يا الله يا شباب مباريات اسطوريه، الريال جاي يقدم مستوى رهيب. هذه المباراه راح العبها بتشكيله احتياطيه، التشكيله الثانيه اللي ضبطناها، بس نسوي بعض التغييرات، ننزل اللاعبين اللي جاهزين. اوه كريم ما جاهز، راح ينزل يوفيتش اساسي. فهاي تشكيلتنا للشوط الاول، اعتمدت على مسعود اوزيل يا شباب بهذا المركز. الشوط الثاني اكيد راح نسوي تغييرات. صافره البدايه، الجوله الرابعه من الدوري الاسباني يا صديقي. اذا ما ضغطت لايك اضغط لايك، اضغط حتى نستمر بهذه السلسله. يا سلام يوفيتش، يوفيتش رديف بتروحه طبعا اكيد، لان غاب غاب كثير، ما انطينا فرصه بهذا الموسم لحد الان، بس ان شاء الله الفرص جاي. اوزيل يلعب الى امبابي، امبابي ممكن الى اوزيل، اوزيل 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 صوب، لا يلا امبابي روح، امبابي 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 امبابي، يا سلام يا سلام، يمر يعدي يصوب، يا يلا يلا يا شباب اريد الهدف. يلا نزلت كريستيانو رونالدو بدل مسعود اوزيل، نزلت ميسي وتشافي. يلا يا شباب الكره العرضيه من تشافي، يلا 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 خلص، لا 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 يا متويدي. داني الفيش، الفيش هي العرضيه، عرضيه الفيش، يلا يلا الله الله الله، الدفاع 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 ما راح اعتمد على العرضيات كثير. ميسي، ليو 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 ليو، التصويبه ضربت، لا 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 لا، كرة عرضية عالية، رونالدو بالراس، لا سهلة سهلة بعيد الحارس يا رونالدو، ترى ممكن ممكن رونالدو يحطها من هذه المسافة. يلا يا الدون، يلا يا كريستيانو، يلا يا رونالدو، جول، الله الحارس، يا الله كان ممكن يكون هدف مجنون. شوف الضربة الحرة الصاروخية، لا 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 يا الحارس. ميسي الضربة الركنية هو راح يلعبها عالية، يلا يلا يا رونالدو اضرب، او لا لا او لا لا يا شباب يا شباب يا شباب، الدقائق جاي تمشي، الوقت جاي يمضي يا حبيبي، دقيقة 87 ما سجلنا ما سجلنا لحد الآن. يلا يلا يا كريستيانو اضغط عليه، لا تنطي مجال لا تنطي مجال، يخطأ يخطأ يخطأ، وين وصلت؟ عندنا عندنا، صدي يا شباب، يلا 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 العب 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 العب، داني الفيش، يا سلام متوي او مبابي مبابي مبابي، توغل مبابي، مرر مرر رونالدو، خلاص 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 خلاص، هدف الفوز اهم شيء ما نتعثر يا حبيبي، اهم شيء ما نتعثر. يلا يا رونالدو رونالدو رونالدو، يهرب رونالدو رونالدو رونالدو، يا سلام يا سلام، ارجع ارجع، لا 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 المفروض تنطي لمبابي، خلاص صافره الحكم نهايه المباراه، فوز مستحق على سيلتا فيجو. وها نتائج باقي المباريات، برشلونه وضعهم الدهور بدون ميسي، لازم يشوفون حل. ميسي عمره 38 سنه، راح يغادر راح يغادر يا حبيبي، شنو هذا برشلونه؟ جا فريقهم جاي يتراجع. جدولنا للحلقه القادمه، جيرونا سكيب، عندنا اليونايتد، عندنا ليغانس، عندنا ايضا يا شباب مباراه لاس بالماس بكاس بكاس اسبانيا، وعندنا اولمبيك ليون. فهذه مبارياتنا للحلقه القادمه. اعتقد ان هنا وصلت لكم نهايه الحلقه، ضغطوا لايك، اشتركوا بالقناه، فعلوا زر التنبيهات، خلينا نوصل بهذا المقطع اكبر عدد ممكن من اللايكات، 3000 لايك فما فوق، وبس في امان الله.